لوح وزير الدولة بالمعادن الأستاذ الشيخ محمد أحمد طاهر بإيقاف شركات التعدين التي لم تفي بتحقيق الربط المطلوب منها في الإنتاج. كما أوضح الشيخ خلال اجتماعه بشركات التعدين العاملة في مجال مخلفات التعدين المعروفة بالكرتة اليوم الثلاثاء أن أرقام الإنتاج التي حددتها الشركات تبنى عليها استراتيجيات الدولة الاقتصادية، مشيرا إلى أن بعض الشركات أوفت بربط إنتاجها وتجاوزت النسبة المطلوبة، فيما تراخت شركات أخرى لقصور واضح في جوانب عملها الإدارية والفنية وعدم تمكنها من تجاوز عقبات الإنتاج، الأمر الذي يقتضي وضعها تحت المراقبة والمتابعة. وفي ذات السياق انتقد الشيخ خلال اجتماعه اليوم مع شركات التعدين العاملة في مجال الكرتة تحجج البعض بعدم توفر الكادر الفني أو الاعتماد على جيولوجيين صينيين وطلبهم باستيعاب عمالة سودانية. نحن نوجه أخواننا في شركة سودانية إنه يعملوا لهذه الشركات اجتماعات شهرية، شركات الغير ما حققت الربط، عشان نحن نشوف الشركة حققت الربط الخشط في دائرة الإنتاج وحققت الربط هي شركة الما أنتجت الما حققت الربط بعدها طوال راح تفضل منا، يعني عشان نبقى نحن واضحين. أنتوا الآن تعملوا في معدن الزهر، الذهب ارتفعت أسعاره ارتفاع كبير جدا، السنة الفاتت كانت 600 و700 الجرام، الآن الجرام 1200 و1300 وماشي. ما معقول يا أخوان، ما معقول الناس تتراخوا من مصلحة الشركة ذاتها، ما معقول تتراخى وفي عطال بسيطة وفي تعيين بتاع فنيين وكده. أخواننا في جيم موش نحن دايرين استوعبوا معاكم العمالة السودانية. هذا وتعمل الشركة السودانية للموارد المعدنية على المتابعة الدورية لشركات التعدين لمراجعة إنتاجها، وتتمسك الوزارة في ذات الوقت ذاته بمحاسبة أي شركة لا تلتزم بالخطط التي تقدمها الوزارة من مرحلة التأسيس وحتى مرحلة الإنتاج. تأكيدا لولاية وزارة المعادن على نشاط التعدين وإحكاما لرقابتها على الشركات العاملة في مجال الكرتة، عقد وزير الدولة بوزارة المعادن الشيخ محمد طاهر اجتماعا بشركات مخلفات التعدين التقليدي والتي لم تلتزم بالربط المقرر عليها من الإنتاج، حيث أمهل الشركة السودانية للموارد المعدنية فترة أسبوع لمتابعة الإجراءات القانونية تجاه هذه الشركات. هنا عندنا عدد 38 شركة تعمل في مجال معالجة المخلفات لإنتاج الذهب، وكل هذه الشركات قدمت خطة لإنتاج الذهب للعام 2018، وهذه الخطة هي اعتمدت في الدولة للعام في مدى العام 2018. عادة الشركة السودانية ووزارة المعادن تتابع بصورة لصيغة بصورة شهرية إنتاج الشركات في العام في مجال المخلفات. هذه الشركات التي تم دعوتها اليوم لاجتماع مع سيد وزير الدولة انحرفت عن الخطة المقدمة من الشركات نفسها، وهذا الاجتماع يأتي لتصحيح ومعرفة الأسباب التي أدت للانحراف. وأشدد أوشيك على عدم التساهل مع أي تراخ من الشركات ينتج عنه تراجع في الإنتاج، لجهة أن اعتماد اقتصاد الدولة على إيرادات الشركات من الذهب الذي ضمن مسبقا في موازنة الدولة. إن كل الشركات عندها عقد محدد، يبقى للعقد مفترض تصل لي خطة بتاع العمل، خطة ممكن تحدد فيها الربط بتاع الإنتاج المستهدف. عشان تحقق الربط ده مفترض يكون عندها التزامات محددة، مدخلات للإنتاج، كشف بتاع احتياجات يقدم، يحتوي كل المواد الكيميائية، كل المتطلبات الفنية، كل المعايير المطلوبة. يبقى لذلك يتم تحقيق الربط المطلوب من الشركات مع معالجة الحاجات الإدارية المفترض يتم وضعها في الموقع من هيكل إداري، فنيين مقتدرين يديروا العملية الإنتاجية بالسيس بتاع المطلوب. وتعول وزارة المعادن على شركات مخلفات التعدين في زيادة إنتاج الذهب والتخلص من تلوث البيئة الذي يحدثه استخدام الزئبق في استخلاص الذهب، الأمر الذي يفسر رفض الوزارة للأسباب والمبررات التي ساغتها الشركات من عدم توفر السيانيد والجازولين وقلة العمالة. ولمزيد من إلقاء الضوء حول هذا الموضوع أرحب بضيفي من الخرطوم الدكتور ناجي محمد علي، نائب مدير الشركة السودانية لل
الموارد المعدنية ذراع الرقابي لوزارة المعادن. دكتور ناجي مرحبا بك في الحدث الاقتصادي. بداية، هل أطلعتنا على عدد الشركات العاملة في مجال الكرتة حتى الآن، وما هي دواعي هذا الموقف الصارم تجاه تلك الشركات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله السراج المنير. التحية لك والتحية للمشاهد الكريم. حقيقة نحن كذراع رقابي لوزارة المعادن نقوم بمتابعة ومراقبة العمل الذي يختص بالقطاع التعديني على مستوى جميع ولايات السودان، إذا كان في الجوانب الإدارية أو الفنية أو البيئية أو غيرها. هذا الاجتماع الذي انعقد في هذا اليوم برئاسة الأخ الكريم ووزير الدولة أستاذ الشيخ محمد أحمد طاهر هو حقيقة اجتماع روتيني. كانت هنالك عدد من الاجتماعات برئاسة السيد وزير المعادن بروفيسور هاشم علي محمد سالم، وكذلك بحضور الأخ وزير الدولة. انعقدت هذه الاجتماعات على عدد من المستويات، مستوى أول مع شركات المخلفات المنتجة، وانعقد اجتماع آخر مع شركات المخلفات المقبل على الانتاج في هذا العام 2018، وكذلك انعقد اجتماع آخر مع شركات المخلفات المقبلة أو التي تحت التأسيس. اجتماع اليوم نحن عندنا 77 شركة لها اتفاقيات مع الدولة تعمل في إطار معالجة مخلفات التعدين لإنتاج الذهب. هنالك 38 شركة من هذه الشركات شركات منتجة ولديها خطة بتاعت عمل، ونحن بنتابع إنتاجها بصورة دورية وبنرفع تقرير شهري للسيد وزير المعادن بإنتاج هذه الشركات. هنالك 24 شركة أو 34 شركة هي شركات مقبلة على الإنتاج، وهنالك 25 شركة تحت التأسيس. الاجتماع الذي انعقد في هذا اليوم انعقد مع 16 شركة حسب متابعاتنا وتقاريرنا الدورية هي لم تصل النسبة المطلوبة للإنتاج في هذا العام. وما هي النسبة المطلوبة للإنتاج؟ سؤالي هنا عن المعايير التي يتم على أساسها تحديد ما ذكره السيد أوشيك وزير الدولة بالربط لتلك الشركات. نعم، في قبل بداية كل عام تنعقد اجتماعات مع كل الشركات المنتجة والمقبلة على الانتاج، يتم الاتفاق فيها على كميات من الذهب مفترض يتم انتاجها. هذه الكميات الحساب لها يتوقف على عدد من المعايير، معايير توفر كميات الكرتة التي تحوزها الشركات، وكذلك المواد التي يتم الاستخلاص بها، وكذلك الكباسيتي لأي مصنع من المصانع، وعدد من المعايير اللي تتضافر كلها في النهاية تدينا رقم بتاع إنتاج محدد يتفق عليه الناس بصورة شهرية، لأنه ده بيكون واحد من الإجراءات الرسمية والرئيسية اللي بتبنى عليها الموازنة بالنسبة لنا في الشركة السودانية الموارد المعدنية. يعني الربط الشهري أو الدوري مع تلك الشركات يحدد على حسب إنتاج الشركة وعلى حسب يعني حجمها، أليس كذلك؟ نعم، على حسب حجم الشركة. نعم. وعلى حسب الاحتياطيات الموجودة عندها من خام الكرتة والمواد المساعدة للاستخلاص وغيرها. نعم، هذا الموقف دكتور ناجي يعني من الوزارة، وزارة المعادن، يدعو للتساؤل حول أهلية وقدرة هذه الشركات، يعني حين الجلوس لتوقيع العقود بين وزارة المعادن، ونحن نعلم أن وزارة المعادن دائما ما تكون طرف في توقيع العقودات بينها وبين الشركات العاملة في مجالات التعدين المختلفة، ما هي شروط وزارة المعادن للدخول في مجالات التعدين المختلفة؟ الشيء الذي يجعل أكثر من 20 شركة يعني في هذه الحالة. هو هناك حقيقة عدد من المعايير التي يتم بموجبها الموافقة للشركة المحددة أو المعنية بأن يتم توقيع عقد معها. المعايير دي متمثلة في مقدرة مالية ومقدرة فنية وتوافر أو وجود الخام الذي تعمل به هذه الشركات، وكذلك الكادر الفني المقتدر،
في عدد من المعايير. أي شركة دائرة تقدم للعمل في هذا المجال عليها أن تتوفر لها هذه المعايير، وبعد أن تتوفر لها هذه المعايير وهي تقدمها بأوراق رسمية ومتفق عليها بفورمات محددة، يتم عرض هذه المعايير والطلب الذي يقدم من الشركة للجنة فنية مختصة. هذه اللجنة تدرس كل هذه المعايير الفنية والمالية والكادر البشري والمكان الذي ستعمل فيه الشركة وتوفر الخام وغيرها، ثم بعد ذلك توصي للسيد الوزير بمنح هذه الشركة أو الاعتذار لها. ألا توجد عقود مبرمة مع الشركات تحتوي على بنود جزائية، على شروط جزائية، على عقاب في حال الإخلال بأي من تلك أو بأي من تلك البنود يعني؟ أكيد هنالك عقد بين هذه الشركات أو كل شركة على حدة ووزارة المعادن. هذا العقد فيه التزامات من وزارة المعادن تجاه هذه الشركات، وكذلك من هذه الشركات تجاه وزارة المعادن، وهنالك عدد أيضا من الجزاءات والشروط التي ينبغي تفعيلها وعملها في حال وجود أي إخلال، إذا كان في إطار العملية الإنتاجية أو إطار العملية البيئية أو إطار العملية الفنية أو أي من الشكل أو صور الخلل الذي يمكن أن يحدث. هل أطلعتنا على يعني أمثلة من تلك البنود الجزائية أو العقابية؟ والله هذه البنود أنا لا أذكرها جميعا، ولكن أي شركة مثلا لو فيها أي خلل يؤثر على البيئة هنالك عدد من الجزاءات. هذه الجزاءات بتتوقف على نوع الخلل الذي يتم، وبعد ذلك بيفرض هذا الأمر جزء منها أو كلها حقيقة موجودة. طبعا الاتفاقيات موجودة وهنالك أيضا لائحة بموجبها يتم التعامل مع هذه الشركات إذا كان حدث هنالك أي خلل أو أي تجاوز أو غير. هي واضحة بالنسبة للشركات وواضحة لنا في الشركة وفي الوزارة في كيفية التعامل في مثل هذه المواقف. نعم دكتور ناجي، أخيرا ما هي التدابير والإجراءات التي ستتبعونها تجاه تلك الشركات الغير ملتزمة بتحقيق الربط المطلوب منها؟ والله نحن نفتكر دورنا إن نحن نعين هذه الشركات على تجاوز بعض القضايا التي تحترض العمل فيها، وكما ذكرنا في بداية هذا اللقاء هذه الاجتماعات هي اجتماعات لتصحيح المسار لبعض الشركات التي لديها مشاكل. نحن نعلم أن هنالك بعض الإشكالات متمثلة في الطاقة، طبعا أغلب هذا العمل في مناطق نائية لا توجد كهرباء، أغلب العمل الذي يقدم في إطار قضايا الطاقة هي قضية الجازولين، ونحن نعرف أن هذه القضية الآن فيها بعض الإشكالات، وهنالك تواصل تم بين السيد الوزير ووزارة النفط والأجهزة الأمنية وعدد كبير جدا حقيقة من الشركات تم التواصل معها وحلحلت مثل هذه القضايا. كذلك قضايا السيانايد، الآن أيضا يوجد شح في السوق العالمي بالنسبة للسيانايد وغيرها، ونحن نتواصل معها بما يمكننا إن شاء الله سبحانه وتعالى من تجاوز هذه القضايا والدخول في العملية التعدينية حتى يتحقق الربط الذي بموجبه يتم أو عليه يتم تحديد ربط مالي في إطار موازنة وزارة المعادن. شكرا جزيلا لك دكتور ناجي محمد علي، نائب مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية ذراع الرقابي لوزارة المعادن، حدثني من الخرطوم. شكرا جزيلا. مشاهدينا الأعزاء، عقب هذا الفاصل طائفة من أخبار الاقتصاد الإقليمي.